مجلس يحوي الثمينة في رياض الصالحين، تملأ الروح حبورا ترث القلب اليقينا. روضة غنى فيها هدي خير المرسلين، روضة غنى فيها هدي خير المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: كتاب الأذكار، باب فضل الذكر والحث عليه. قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم. وللحديث بقية. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مجلس يحوي الثمينة في رياض الصالحين، تملأ الروح حبورا، ترث القلب اليقينا، روضة غنى فيها هدي خير المرسلين، روضة غنى فيها هدي خير المرسلين.